معطي نقود، احد ورثة الرسم العقاري 40442 المستخرج من 40842، ذلك بثلاث احكام قضائية لتكوين هذا تكوين الرسم المذكور 40442 توسيع المقبرة الإسرائيلية. وهذا الرسم جاء على بناء ثلاث احكام قضائيه واتفاقيه مخزنيه اللي كانت مبرومه بين بلديه الدار البيضاء في الربعينات، كان هذا الشيء في الربعينات بين بلديه الدار البيضاء والرابطه الاسرائيليه، وكان الضامن ديالها هو صندوق التقاعد الموظفين من اجل استخلاص دين فائده بلديه الدار البيضاء من اجل تفويت الرسوم، مجموعه من الرسوم العقاريه تكون توسيع المقبره الاسرائيليه. وهذا الشيء كاع ما طرات حتى شي حاجه. وفي 2012 كنت قدمت انا شخصيا برساله لمجلس المدينه من اجل رفع اليد، وكنتفاجئوا في 2014 تفويت كل الرابطه الاسرائيليه علشان توسيع المقبره الاسرائيليه. ونضنا درنا دعوه قضائيه شويه، كنتفاجئوا بانه ولات جهه سكنيه. نضنا درنا دعوه قضائيه من اجل التعويض او استرجاع الارضيه. طلبت من المحكمه شهاده عدم استفاده، يعني عدم تعويض الاثر، والشهاده غتعطيها لنا الجماعه ديال الدار البيضاء. وكانت الجماعه ديال الدار البيضاء كتماطل علينا، ما بغاتش تعطينا، قالوا لنا الناس اللي مسؤولين تما في الجماعه انهم اللي غيتكلفوا بالتعويض ديالنا، باش قلنا فيدونا بالوثائق ديالكم، فدناهم الوثائق ديالنا بشواهد سميتو اراثات ديال الورثه الاصليين. شويه لقينا شويه بدينا بداو في التماطل ديالهم، ملي الدعوه ما كملاتش بداو التماطل ديالهم. في 2019 في 7/2019 درنا بكثر بشكايات ديالنا بالمسائل ديالنا بقدر الاحتجاجات ديالنا، داروا معنا واحد الجلسه. الجلسه كان فيها النائب ديال العمده السي حيكر، وكانوا فيها رؤساء الاقزام، وكان محظوظ موثق. وصلنا ثبتنا الاحقيه ديالنا في التعويض، وصلنا معاهم الرساله للمحافظه باش تبين لهم الاصل الوثائق واش اصليه، باش تهم يتحققوا ديالهم وخبره جديده. الا اننا نتفاجئ اصلا ثانيا بنفس التماطل من نفس الجهه من نفس المكتب. وجات واللي كان عطلنا بزاف من 2019 لدابا هي جائحه كورونا. يعني الانسان ديالنا دابا حنا كنطالبوا وبصاحب الجلاله يحقق في هذه النزيهه، لان الملف راه ماشي سهل، راه فيه الرابطه الاسرائيليه وفي بلديه الدار البيضاء، في مجموعه ديال المقاولين اللي كيستافدوا من هذه الارضيه. كنطالبوا صايد جلال الله ينصروا لينا ويفوت لينا لجنه ديال تقصي الحقائق باش نعرفوا روسنا حنايا، واش حنايا اصلا مالكين ولا ماشي مالكين. وبالنسبه لهذه الارض واش كانوا تدفنوا فيها اسرائيل؟ ما عمر كانت تدفن فيها شي واحد. الفوق المقبره ديال الدفين راه الفوق، والعلم اننا تقريبا نقلبوا للسجلات ديال الدفين راه مو حاجه كنلقاو من واحد 450 تما مات شي يهودي. يعني تقريبا هنا في الدار البيضاء شحال كاين من الرابطه، شحال كاين ديال الاسرائيليين في الدار البيضاء؟ قلال، واغلبيتهم معروفين فين كيدفنوا وفين كيمشيو، هادشي اللي كان كنعرفوه هنايا. يعني تقريبا يعني ما الناس قلال اللي كاينين اللي مدفونين هنايا. وهنايا الارضيه هذه ما عمرها كانت استغلت كمقبره، الهدف ديالها هو التفويت واستغلال المصلحه الشخصيه لبعض الاشخاص. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.